هرب والله انه هرب. ايوه اها آه. شوف خلص خلص اها خلص اها انا افدي يدك انا افدي يدك. الله اكبر الله اكبر. هرب 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 ولا يضرب. شمال 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 شمال. الله اكبر الله اكبر. والثاني دخل ها والثاني دخل. ايش البوسام هنا معاهم؟ والله هيا تفي يا ابو. أبطال اللواء أسلام الحراس الجمهورية صباح اليوم. اقلب اقلب روح صورة سيء. هذا المطابخ اللي تركتها مشيت الحودي حاشا لله ان يسلم علينا. احد قواعد العيارات اللي تم السيطره عليها ان يتم اقتحام القريه الثالثه من قبل قوات حراس الجمهوريه. هذه هي بيوت الله التي جعلوها مكان للسلاح وهذه هي المواقع تم تطهيرها بعون الله، وما زالت المعركة مستمرة ومتقدمون حتى تطهير آخر شبرة من الجمهورية اليمنية. هذه هي متارس العدو الذي يظن أنها سوف تمنعنا من التقدم، لكن سأظنه. روح نفديك يا من. هذه قاعدة اطلاق الصواريخ وهذه احدى الصواريخ. هذا صاروخ العدوان المرتزقة. يا الراجل سيل مغلس على هذا. هو احد المساجد التي تم تطهيرها من قبل قوات الرأس الجمهورية. قرارة فضل الله من فضل الرجال الاوفياء والثابتين والصامدين على هم الذين يحملون القضية وتحرير البلاد ان شاء الله. قدم لك طعم القرية الرابعة. هي أحد القرى والمدارس التي تم السيطرة عليها من قبل القوات. مدرسة عبد الله بن الزبير وقد تم تطهيرها من الميليشيات الحوثية حراس الجمهورية بفضل الله. تم تطهير هذه المناطق. والنايا اليوم بقع بلدي بعد ما غابت أيامي. يا جبل راس سلم ويا حد العدم بعده استسلم. جيشنا اليوم قدم واشوف النصر يائب بقدامه. صباح اليوم مع ابطال من اللواء السامي الحراس الجمهوريه ودحر ميليشيات الحوثي مذعورين وتكبيدهم خسائر فادحه في هذا الصباح صباح النصر، وبقيه التشكيلات القوات المشتركه من ابطال العمالقه واسو التهامه يواصلون التقدم في المحاور الاخرى في شمال شرق في شمال وشمال شرق حيث بنروح بالدم نفديك يا يمن. بنروح بالدم نفديك يا يمن. بنروح بالدم نفديك يا يمن.